تعال نشوف يمكن مثال هذا يوضح الفكرة بتاعتنا. الآن عندي شركة أصدرت 2000 سند، ال 2000 سند هذولا قيمة اسمية للسند $1000، تم بيعهم ب 101، ايش يعني 101؟ 101% يعني تم بيعهم بأعلى من القيمة الاسمية للسندات ب 101، يعني أعلى من قيمتهم الاسمية ب 1%. لاحظوا إنه كل بوند was issued with one detachable stock warrant، يعني كل سند كان مرفق فيه يعني detachable stock warrant، كل سند مرفق فيه ضمان أسهم واحد. الآن بقول after issuance، بعد الإصدار، the bond were selling in the market at 98%. 98 يعني أقل من قيمته الإسمية. طب إيش اللي خلانا نبيعه بأكثر من قيمته الإسمية 101؟ قال لأنه في معاه detachable stock warrant، لأنه لو بعناه لحاله كنا حنبيعه ب 98%، بس لأنه في معاه detachable stock warrant يبيع بعناه 101. لاحظوا الفكرة إيش؟ الفكرة إنه مجرد أعطينا الوعد للناس هذول اللي بدهم يشتروا السندات، أعطناهم وعد إنه في تاريخ معين ممكن تشتروا أسهمنا بسعر معين. هذا الوعد اللي ما كلفناش ولا حاجة رفع حجم متحصلات بيع هذه السندات من 98% ل 101%. طبعا ما كلفناش حاجة غير إنه إحنا قدمنا وعد. تنسوش إنه هذا الأوبشن اللي هو إمكانية الشراء مرتبطة بقرار بياخده حامل السند، فممكن حامل السند في تاريخ ممارسة حقه ما يكونش قادر لأنه يمارس هذا الحق. تعال نشوف، يقول and the warrants had sold and the warrants had a market value of $40. خدوا بالكم ال $40 هي عبارة عن الماركت برايس الورنت، لأنه تنسوش احنا بنتكلم على detachable stock warrant، يعني الورنت فيه له ماركت برايس والستوك فيه والبوند فيه له ماركت برايس، يعني التو سيكيورتيز فيه لها فير فاليوز. الآن تعال نشوف الجدول ايش بيسوي عنا. الآن في عنا القسم الأولاني، احنا مطلوب منا نطلع النسبة المئوية بناء على الفير ماركت فاليو حسب ما الفاز بيقول. الآن البوند في عنا 2000 بوند في $1000 بار فاليو للبوند الواحد مضروب في 98% اللي هو عبارة عن الماركت برايس، بيعطيني 1,960,000. طبعا بالنسبة للورنت كل بوند مرفق فيه 1 ورنت، يبقى في عندي 2000 ورنت قيمة السوقية للورنت 40 بيعطيني 80,000. لاحظوا 1,960,000 لإجمالي مجموع الفير ماركت فاليو للورقتين اللي هم 2,040,000 بيعطيني 96%، طبعا والورنت له 4%. لقيت هذه النسب بدنا نستخدمها في توزيع أو نعمل allocation للبروسيدز اللي هي متحصلات بيع البوند المرفق مع ورنت. تعال نشوف الallocation. الallocation الايشو برايس، سعر الإصدار كان قديش؟ كان 2000 في 1000 في 101، يعني بيطلع لنا 2,020,000 في 96%. هذا بيطلع الallocated amount من البروسيدز للبوند. طب 4% في 2,020,000 بيطلع الallocated amount من البروسيدز للورنت. اللي نضل عنا اخر حاجة بهذا الجدول نحسبها هو قيمة الديسكاونت على البوند. طبعا البوند فيس فاليو قيمة السندات اصلا 2,000,000 اللي هو عبارة القيمة الاسمية او البار فاليو اللي هي عبارة عن 2000 في 1000 بيعطيني 2,000,000. بنطرح منها الallocated amount للبوند اللي هي 1,940,784 بهذه قيمة الديسكاونت اللي احنا بنتكلم عليه على البوند. تعال نشوف القيود المحاسبية. القيود المحاسبية كالآتي: إجمالي البروسيدز عندي كان 2,020,000 اللي قلنا ال 2000 بوند في 1000 بار فاليو في 101، والديسكاونت تو حسبناه 59,216، والماتشوريتي فاليو او البار فاليو للبونز اللي هي البونز بيبل اللي هي عباره عن 2000 في 1000، والفرق بروح على حاجه اسمها بيدنج كابيتال ستوك وارنتس اللي هي عباره عن حساب ايكويتي، وهذا بيجي بالستوك هولدرز ايكويتي سكشن في الميزانيه العموميه.